23/22 مارس، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9، موعد جديد في رونديفو 9، ونرجع على ابرز الاخبار، الاحداث، المسجدات والتصريحات. نرجع عليها ليله بالتحليل والنقاش مع كل من خليفه بن سالم. مساء النور، اهلا وسهلا بك. مرحبا لطفي العمير. اهلا ملك. اهلا وسهلا بك ناجي الزايري. مساء الورد لكم جميعا. ليله ضيفتنا تكون انطلاقا من 7:15 عبير موسي، رئيسه الحزب الدستوري الحر، واكيد نرجع معها على الوضع السياسي، على المراسيم الرئاسية الأخيرة، موقفها أيضا من الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هذا الكل في جزءنا الثاني. لكن الجزء الأول مليء بالأخبار بمختلف وجهات النظر، نتعرف عليها أول بأول في الفلاش نيوز. جد مساء أمس حادث يتمثل في خروج قاطرة القطار المتوجه من ولاية الكاف نحو ولاية تونس، وخرج على السكة على مستوى محطة الكريب من ولاية سليانة، هذا وقد أصيب 5 مسافرين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالكريب. نحكي أيضا على الحادث اللي صار قبله، وين أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى منطقة جبل الجلود بتونس العاصمة للوقوف على حيثيات الحادث الصدام القطار طارين، وشدد على ضرورة فتح تحقيق في الحادثة وتحميل المسؤوليات. الناس مانا قاعدين اليوم، عدم الشعور بالمسؤولية يخليهم يوصلوا للدرجة هذه من التسيب، وكل حد يتحمل المسؤولية متاعه، ولابد من تحميل المسؤولية للأشخاص اللي ما قاموش بالدور متاعهم. هو المفروض كان ما يصيرش تماما لو قاموا بالمسؤولية على الوجه المطلوب. مانا ماهوش ممكن مانا باش نواصلوا معهم هكذا بشكل هذايا، واللي حاول عم عن قصد ولا عن غير قصد يتحمل المسؤوليه نتاعو. مانا ارواح نتاع الاف البشر ومئات المسافرين على القطارات مانا في الوضع هذايا، ومانا واضح جدا اليوم انه وقع خطا بشري. اكثر من 70 مسافر، اكثر من 70 مسافر خرجوا الكل، دونك فما هوني فما باش تشوف الدور، ندوز في الشيوخ فما 4 زاد في الرابطه، الحمد لله ما فماش اموات، الحمد لله ولكن كله من التهاون والكل من عدم الشعور بالمسؤوليه، وكنت موجود في المنطقه اللي صار فيها الحادث نتيجه للتهاون، اللي ويتهاون ويتهاون بارواح البشر يلزم يدفع المسؤوليه، مش بالشكل هذا اللي قاعدين فيه. مرة شوف السكة الحديدية الموجودة والسرقة والإهمال اللي موجود، هذه هو خطأ بشري مرة، ويتحمل مسؤوليته اللي قام مقامش بالواجب بتاعه. هذا، وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ لها أنها فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات حادث اصطدام القطارين وأسبابه، أيضا تحديد المسؤوليات. أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف توفيق بوفيد، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية. مساء النور. ينضم لنا بعد قليل توفيق بوفايد، لكن نتوقف شوية عند زوز أخبار المتشابهة هذه، دوز اكسيدون كي سخصامبل لطفي اليوم، نحكيه على تحميل المسؤوليات. مش أول مرة نعيش هذا النوع من الحوادث، نقولوا بالصحة والسلامة للجرحى، لكن في وقت سابق زادا كانوا ثم حتى ناس توفوا في حوادث مشابهة. رئيس الجمهورية يقول تقريبا يعطينا سبب، بيقول أنه خطأ بشري وراء ذلك، في حين انه البيان نتاع الشركه الوطنيه السكك الحديديه يقول راهو التحقيق جاري باش نعرفوا الاسباب ونحملوا المسؤوليات. اش قولك في المفارقه هذه؟ انا بالمسبق مانيش باش نصدق التحقيق نتاع الشركه، كما لم اصدق كل التحقيقات التي تفتح بنفس السرعه التي تقبر بها. واذا السيد توفيق بوفايد باش يطلبنا بالتليفون وباش يقول لنا رانا باش نحلوا تحقيق، برا خلينا نقولوا كلام الرئيس هو الصحيح. أنا متأكد اللي هو إهمال ولا مبالاة، لكن نضيفوا لها حاجة أخرى. وقتاش يولي اللامبالاة والإهمال سبب في رئيسي في الحوادث هذية اللي الموضوع نتاعها حياة بشر؟ وقت اللي نشوفوا الحالة اللي موجودة فيها الشركة هذه،
وهي من أكثر الشركات اللي تشهد ملفات فساد، ودائما ظلت هذه الملفات مقبورة ومطموسة. وإذا فعلا ثم تحقيقات باش تتحل ما نحبوهاش تتحل في الحادث، تتحل في الملفات الفساد المتراكمة في رفوف هذه الشركة. ها معنا مباشرة عبر الهاتف توفيق بوفايدة، رئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية. مساء النور. مساء النور، مرحبا بك. سيد رئيس المدير العام، هل تم تحديد الأسباب على الأقل الأولية على مستوى الأبحاث الأولية، الأسباب اللي أدت إلى حادث تصادم القطارين؟ رئيس الجمهورية البارح يحكي على أنه خطأ بشري، هل تقر بذلك؟ شكرا سيدتي، هو بارك الله فيكم تعطونا الفرصة باش نوضح الرأي العام. ولو الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنا خرجت بلاغات وغير ما نجمش نكون مفسر الموضوع. أي البلاغات ما تعطيناش الأسباب. تسمع فيها سمعني؟ البلاغات اطلعنا عليها لكن الأسباب ما زالت مجهولة إلى حد اللحظة. طيب. فرصة للتوضيح. حبيت نوصل لك برا. حبيت نوصل لك الشركة الوطنية هي تعتذر من 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 حرفائها ومن اليسار وإن شاء الله وببركة جات أمور خفيفة شوية ما هيش. أما الإشكال الكبير كما قال السيد الرئيس، الخطاء البشري موجود، لكن شنو اللي خلى البشر يتدخل في تنظيم خروج ودخول قطارات؟ هذا لازم نرجعوا له، على خاطر أما منظومة كاملة بتاع تشوير إلكتروني لتو ما بداتش تدور، بالرغم اللي عندها برشا سنين اللي بدا تنفيذ نتاع مشروع مع شركه كبيره، الشركه الكبيره هذه قامت باخطاء فنيه، والملف حاليا في التقاضي بين الشركه والشركه هذه الكبيره اللي مش لازم نذكر اسمها. شنو اللي خلى الشركه تعتمد على وسائل اخرى لكي تستطيع اخراج القطارات من الليجار نتاعها؟ اش معناها ولا تم تدخل بشري، تم انتيور يسموه، معناها مركز قياده هو اللي يشير على اللي شفت الليجار باش يخرجوا الليبرا من الليجار نتاعها. وهذا اللي خلى كلام السيد الرئيس البارح ثم خطا بشري، ثم غلطه صارت من السيد هذايا اللي مكلف بالبيئه وبتوجيه القطارات. لكن السبب الاساسي هو المنظومه الالكترونيه هذه اللي عندها عديد السنوات ما زالت مشكلتها ما تحددش الى حد الان، والشركه غير قادره كونها تعاود الصفقه من جديد لان الملف ما زال في القضاء. الملف ما زال بالقضاء. لكن سيد رئيس المدير العام، يعني مش أول مرة نشهد حوادث من هذا النوع، ساعات أدي حتى إلى وفاة أشخاص، في وقت من الأوقات حكينا حتى على الأسطول بخلاف السرقة والتدخلات البشرية من أشخاص أخرين، ثم مشكلة زادة في تقدم الأسطول نحكي عليه أكثر من 40 سنة لم يتم تجديده، ووصلنا حتى أنه اليوم بعض قطاع الغيار لم تعد متوفرة اليوم لأنه تلمو قديم ومرت عليه عقود، تكنولوجيا قاعدة تتقدم وقاعدين أساطيل يخدموا بتكنولوجيا جديدة، وإحنا حتى القديم اللي لو فرضنا أنه نحب نصلحوه قطاع الغيار متاعه ما عادش متوفر اليوم في السوق، كيفاش فسر هذايا؟ كلامك صحيح، الإشكال الكبير كونه الأسطول فيه متقادم ياسر، وعوان شركة تحاول باش توفر القدرات اللازمة للحرفاء نتاعها بالوسائل الموجوده، لانه تجديد الاسطول يتطلب استثمارات كبيره، مش استثمار في الاسطول برك، لانه ثم بعض التوجهات اللي صارت اللي احنا اخذنا بعض القاطرات واخذنا بعض التجهيزات دون التفكير في بقيه المكونات نتاع المشروع، لان المشروع لازم يكون كامل متكامل، السكه والقاطرات والتشوير وأجهزة الاتصال في القطار وفي القطار ومع الليجار، هذا كله لازم تكون كل
هما باش نعملوا. بدينا في التفكير والتفكير الاستراتيجي موجود، وثم توا دوز اكسبير واحد من البنك المونديال واحد من البيبي موجودين على عين مكان لتحديد التوجهات القادمة، لكن هذا يتطلب إمكانيات فردية كبيرة ويتطلب زادة بالإيقاف نشاط المنشأة إلى حين وجود الحلول الجذرية. لكن المنشأة ارتأت بلي لازم تواصل باش تعيش، لازم تواصل باش تعيش، تواصل باش تعيش، لكن في نفس الوقت تضمن سلامة المسافرين على متنها، لأنه مش معقول نواصلوا بالطريقة هذه، مش معقول نواصلوا بالإخلالات هذه بالأسطول المتقدم. وهكريت النتيجة سيد الرئيس المدير العام، مش وراء الحادث اللي صار البارح. نعرف، انا نحكي في المجمل، هذا يفتح النقاش ربما الى ابعد من ذلك، الى ابعد من اللي شفناه البارح. واضح دونك الحل هو في تفكير استراتيجي كامل سيدتي، والتفكير الاستراتيجي كامل يطلب برشا وقت. سمحني نسمع فيك. نسمع فيك لطفي العماري. منذ قليل ساق ملاحظة أنه بخلاف التحقيق هذايا إلى وين باش يفضي، تسائل على مصير ملفات فساد أخرى عرفناها في مرحلة ما وما سمعناش بعد وين وصلت، شنو مآلها، شنية نتائجها، كيف ترد على ذلك توفيق بوفايد؟ فيك على الفرصة، لأنه الوقت الحاضر أنا عندي توا شهرين ونص هنا في الشركة، نشوف في كوادر الشركة ما عادش ينجموا يخدموا، ما عادش عندهم حتى إمكانية باش يخدموا، لأنهم يعني معرضين في أي وقت للهرسلة من وسائل هي غير واضحة منظومة، ممكن دونك بحاجه صغيره تولي ملفات. بمعنى مش كون بالضبط، خلينا نكونوا دقيقين في تقديم المعلومه. الملفات اللي حكيت عليها انت، ثم الملفات نتاع لي موتور، ثم الملفات نتاع لي ترافيس اوموا، ثم الملفات نتاع الجريس. معناها الشركه دورة حتى الملاحظه واضح. يتفاعل معك لطفي العماري السيد رئيس المدير العام. سي توفيق مرحبا. سي توفيق، صحيح عندك انت توا مده قصيره على راس الشركه، لكن ما ننساوش اللي انت سيادتك في الاصل قاضي وقادم من محكمه المحاسبات، وبالتالي ملم وعارف بكل خفايا الشركه. لكن سي لطفي راهو البلف يبدا اداري قبل الرب. إذا نخرج الملفات كل على أنها ملفات فساد وتبقى بالعام والعامين والموظفين يستخدموا في السور باش يصير لهم، لازمك تجي تشوف. طبعا أنا ما عادش تلاقي حتى يستخدم معاها. أنا عندي ناس ترفض باش تكون في لجان دراسة ملفات، لأنها خايفة تمشي للقطب، خايفة تمشي تبحث يعني الوضعية نتاع سوستيسيون أثرت على الشركة. والبرشا ناس توا ما نعرفش اش قاعدين يكتبوا في صفحات التواصل الاجتماعي، ولات وضعيه حتى انا تبكيت. مش مشكل، انا متعود معناها. ووصلت العمليه اليوم زميلكم سي محمد بغلاف معناها وصل للنهارات جهويه، معناها تعرض معناها الى اكسبيكي كيفاش سميت انا كرئيس مدير عام، لاني انا من نفس البلاد انا والسيد الوزير. لكن هو كي قرا السي في نسى بلي السي في لا ماتريز اون جيستيون ليكونومي، ونسى بلي انا ولد المرحله الاولى المسؤول الوطني للاداره، ما قراش كان البلايص اللي حشدوا بها هو، وهذه ما تليقش بالاعلام، وما تخليش الموظف العمومي تو يقوم بواجبه، والناس كلها باش تعرف الحكايه هذه. على العموم نتجاوزوا النقطه هذه، لانه مش هذا موضوعنا. مش هذا الموضوع. لا الموضوع كله مربوط ببعضه. اي اليوم كي قابلته السيد الرئيس، انت تو كنت تحكي وانا موافقه الف الالف انه المشكل نتاع سكاك الحديد في تونس هو مشكل استراتيجي
ومجرد حادث كيف هكا هو نتيجة لهذا المشكل. حكيتش مع سيادته على الملف الكبير هذا، قلت له راني نحب نجيب حذاك ولا نمشي عند السيد رئيس الحكومة ونطرح ملف السكاك الحديدية في تونس اللي أمس في الأيام تحت العكري أيامة فرنسا كان مفخرة من مفاخر تونس، اليوم يتراجع بالطريقة هذه. في عهد بن علي صارت رهانات خاطئة على بناء المطارات، أهملنا السكاك الحديد، اليوم لا ربحنا السكاك الحديد لا ربحنا المطار، وشفنا الحالة متاع النقل العمومي. اليوم وقت يجيك رئيس دولة مفروض أنت تمسك شجاعتك بيدك وتقول له سيد رئيس هذا رو ملف أكبر من أن نختزلوه في مجرد حادث، نحب نجي نطرح أمام سيادتك ملف السكاك الحديد في تونس، النقل الحديدي في تونس رو بالإمكان أن ننقلوه من نقمة إلى نعمة. يلا يجيبك تفضل. بارك الله فيك سيدي، نجم نجاوب؟ تفضل. نسمع فيك، تفضل سيد رئيس المدير العام، صوتك واضح. شكرا. والله اللي الكلام تقول فيه سيدي راهو في وقته، معناها بلان دولومين. احنا ما لقيناش الوقت، وانا توا اونطوري نسوي بلان دولومين مع بعض ديما، كل يوم احنا في اجتماعات مع الادارات للتفكير في الموضوع هذا ولوضع الاشكال الحقيقي للشركه. وثم مذكر بقول الاله باش تمشي للتوتال، خاطر احنا موظفين، احنا ما تعدوش رئيس الجمهوريه مباشره، عن نتعدوا على التوتال، وان شاء الله بقدره ربي الدياجنوستيك يكون موجود وواضح ومعروف من الناس كلها. المشكل الكبير هو ما قاعد يصير لبرا توا، والحديث هذا وولد الكل بورتاج، والناس مش راضيه داخل الشركه قاعده تعمل في بعض المشاكل. شكرا لك توفيق بوفايدة، رئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية. ناجي، نقولوا مشكل استراتيجي، اوكي، مشكل استراتيجي نحكيو فيه منذ سنوات. نعطيك بالتواريخ، 3 مايو 2018 حادث تصادم قطارين، وفاة شخص وإصابة نحو 70، 9 أوت 2018 إصابة 26 مسافر ما بيناتهم السائق، 2015 الحادث لو فامو اللي صار في جبل الجلود، وفاة و40 جريح. هذه ما قطرة يعني من كاس قاعدين نعطيك بالتواريخ. من وقتها ما خممناش، من 2015 ما خممناش، من 2018 في الحادث الاول ما خممناش، ياليه بعد عده ايام يعني او بضعه اشهر، ما بين ماي واوت بضعه اشهر، ويتعاود كيف نفس الحادث بنفس لومبلوغ هذيا، ما خممناش، ما عملناش استراتيجيه. مش يمشي مدير عام رئيس مدير عام، يجي رئيس مدير عام وشيء ما يتبدل، على هذا معقول؟ زيدهم الحريق اللي صار في متحف الشركة واللي عليه أكثر من نقطة استفهام، معناها حريق تقريبا أتى على جزء مهم من الأرشيف الموجود في المتحف. شوف مسألة واللي تقريبا ما سمعناش به برشا، يعني ميدياتيزاسيون نتاعه ما كانش كبير، حكيت عليه وسائل الإعلام. مشكلة راهي، مش مشكل تاني نحي رئيس مدير عام وجيب رئيس مدير عام آخر. مشكلة راهو مش في المسؤول الاول، المشكل موجود في الشركه عنده سنوات، ثم حاله من الاهمال، ثم حاله من الفوضى، ثم حاله من التقصير، ثم غلب للجانب الاجتماعي والمطلبيه اكثر من الاهتمام بالصيانه، بصيانه الماكينات العربات. اخي ما ننساوش معناها السكة عدد 5 في قفصة، اللي معناها من وقت اللي جاء عليها الفيضان من وقتها لتوا ما تصلحتش. يعني حتى القطار متاع قفصة، قطار الفوسفات وبيدو زادة، راهو معناها جات لفترة بفعل فاعل طبعا، كل مرة يعني فما أيدي تتدخل لي معناها باش تعبث. بل علاش ما تحسبوش هذوما؟ ما يتحاسب، شكون مش يتحاسب؟ تو انت بربي تو ما علاش نعرفوا فيهم التحقيقات هذه؟ قول راهو حلينا تحقيق. قالوا في كل مره ونسمع تحقيق مقلد في، والله نقعد نضحك. راهو اللي جان التحقيق اللي تتحل في حوادث من نوع هذايا، راهي ما يلزمش اعضاء اللجنه يكونوا من الشركه،
لجان التحقيق أعضاء يكونوا من خارج المؤسسة. منين مثلاً يجي بسيش باش نوضحوا لرأي العام؟ عندك الهيئة العامة للرقابة، عندك سجيف، عندك ثم هيئات رقابة تبع رئاسة الحكومة، تبع وزارة المالية، ثم التفقديات، ثم التفقدية في وزارة النقل وغيرها، فما الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ثم عنا يعني محققين. ثم حاجة أخرى ملاك، راهو تو احنا والله كنا نتندروا بالقطار الصعيد في مصر، القطار اللي ديما تصير فيه حوادث كبيره. يظهر لي تقريبا معناها الحكايه باش تتونس ولا شنو الحكايه، معناها ما الحق ما ناش فاهمين، يعني حوادث معناها زوز حوادث يصيروا في وقت زمني وجيز جدا، والرئيس المدير العام يعترف يقول معناها فما خطا بشري، اي ثم خطا، وفما والخطا هذا عنده علاقه بالرفير، وعنده علاقه بحكايات قديمه وببعض المسؤولين اللي تحالوا على التحقيق. راو شوف الشركه يلزم فتح الملف نتاعها، يعني مش فقط يعني في مقابله بين رئيس مدير عام ورئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه مش يعمل، هي الجمهوريه باش ياذن بالاصلاح. مشاكلها معروفه، الشركه الحديديه، الشركه الوطنيه للسكك الحديديه معروفه، مشاكلها معروفه، يعني ما تحتاجش انك تعاود تضيع الوقت باش تعاود تفهم ايش بيها وشنو هي مشاكلها. ثم مخطط راهو عنده سنوات حاضر فيه لاصلاح الشركه من جذورها. خليفه تفقى شكون مش يسهر باوي، شكون مش يفعل المخطط هذا نتاع الاصلاح. خليفه، تقريبا في مسيرتي المهنيه اللي بديت معاك حتى في قناه اخرى، ما ثماش عام حتى ما نحكيوش على المشاكل هذه وما يصيرش حادث من هذا النوع وباللومبلوغ هذه. اين المشكل خليفه اليوم؟ طبعا المشكل يلزم تشخيص كبير، ولكن اعتقد في مستوى الارقام نجد زوز انواع من الحوادث القطارات. ثم الحوادث نتاع القطارات كي القاعة البارح ولا ولت البارح اللي هو انزلاقات في مستوى القطارات، معناها مشكل نتاع عامل بشري صحيح. اذا كان احنا مازال القطار يسير فيه مواطن قاعد شاد درابه في مدخل المحطه، معنا بلد متخلف، العالم راهو ترنته من غير سواق. ثم تابلو موجود، والتابلو هذا يخدم بالاضواء ويعرفوا به يعني الذي المصلحه نتاع توجيه القطارات يعرفوا، لكن مش القطارات الكل نجيره، مش القطارات الكل صحيح. المشكل انه حسب ما سمعت انا التابلو هذا تضرب معاش صالح للاستعمال، رجعوا للاساليب القديمه. هذا هو ايش قلت انا، هنا توا احنا بلد متخلف في هذا الجانب. ثم حوادث انا اعتقد مرتبطه بقضيه حوكمه القطاع، خاطر كان تعمل الاحصائيه وانت كنت تقرا قبيله ملاك في الاحصائيات، تجد نسبه 50% من الحوادث اصطدام القطار بسيارات، موضوع التقاطعات والحواجز مش موجوده. شفناه في الفحص وتوفوا 18، شفناه في جندوبه، شفناه في سليه، في القطارات لا ما قلت زوز انواع من الحوادث. ثم حوادث تقع في مشكل القطاعات، وهي مساله معناها التحكم في 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 القطاع باش توفر في مستوى التقاطعات، الاشارات او معناها اللوحات الاعتراضيه او وجود اعوان موجودين قارين المعضله هذه. ما نعرف داخل المدن، تدخل تونس توا قدام باردو بامكانك سهل ياسر يقع الحادث، تران في وسط الخاصه يعني موجود، وبامكان اي ما ثماش حواجز، لا حواجز في غيرها، في سوسه، في اي مكان. وثم مشكل سمحني لطفي، قضية الرهانات، هل لدينا دولة تراهن على هذا القطاع؟ خاطر لو كان هي تراهن على القطاع تراجع أولا استراتيجية النقل الجماعي وتلقى الحلول، والنقل معناها زاد لذا بعد تجاري في علاقة بفوسفات قفصة وغيرها، وتبني وتنفستي في هذا القطاع تو تعرف الطور. هي لم تراهن عليه أبدا، ورثته على فرنسا، موجود معناها التجهيزات قاعدة تتآكل، السكة هي بدورها معناها في حالة رثة وتساهم في هذه الحوادث، ما ثماش توجه عام. احنا 2008 تو هذا تبع وزارة النقل مش تبع القطارات، لرفير المفروض راهو بدا يشتغل في 2009 و2010 إلى اليوم ما نعرف. هذا يدخل مع قضية الشبهات اللي كنا نتحدث عليها في علاقة بالصفقات وغيرها، تبدل وزير، يدخل وزارة ما يفهم شيء، بسرعة ينجم يدخلوه من هنا يخرجوه من غاد،
هو قاعد يجتهد تو الوزير هي مش عنده يوصل لا امكانيات ولا اراده متوفره في هذا الاتجاه. خليفه لطفي عفوا حتى كي نحكيوا على الاستثمار، المستثمر اليوم كي باش يجي اي بنيه تحتيه باش تقدم له شنو هو الترونسبور اللي عندك اليوم حتى كي نحكيوا على الترونسبور النقل التجاري، هذا الكل ما خممناش فيه واحنا نحبوا نعاودوا ندوروا العجله ونشجعوا على الاستثمار ونقولوا بلادنا راهي ايجا راهي تنجم تتحلك ألف باب وباب وتخلق مواطن الشغل وتخلق موارد رزق لعده مواطنين. شو عملنا فيه هذا؟ كل مربوط ببعضه لطفي. بالضبط، كي تقول راهو استثمار تقول بنيه تحتيه، كي تقول عماد والعمود الفقري للبنيه التحتيه تقول النقل. وكي تحب تراهن امريكا باش تبنات وما ادراك بشبكه سكاك الحديد. الصين نفسها. احنا جينا ورثنا الشبكه هذه على فرنسا. وقت اللي خذينا الشبكه من عند فرنسا زدنا 300 كيلومتر في 70 سنه استقلال. فقط لكن حذفنا 500 كيلومتر. توا مازلنا وارثين على فرنسا 267 محطه. شنو اللي صار؟ احنا اهملنا القطاع هذا وراهن على السياره الشعبيه، راهن على كيران الصفر، وراهن على النقل الريفي. وهاكم تشوفوا مستوى النقل في تونس كيفاش رجع كيما قال لك كيما صاير في كالكوتا وفي مصر وفي غيرها وايامات ربما السبعينات الثمانينات. احنا كي ناخذوا المغرب القطاع هذا السكاك الحديد النقل الحديد يوفر الميزانية الدولة المغربية المملكة المغربية 2.5 مليار درهم. جنوب افريقيا عندها قطار ب 4 كيلومتر كامل، وهذا أدي لشنو؟ أنه التقليل من استعمال الشاحنات في النقل. لكن أنا باش نعطيك بعض الأرقام لأنهم معناها بطبيعة الحال مهمين ياسر. من أهم أسباب الخسائر اللي تتكبد فيها الشركة الوطنية السكاك الحديدية بخلاف الحوكمة الغايبة وبخلاف تغول النقابات داخلها اللي معظمهم تحولوا إلى عصابات لا يقف قدامهم مدير عام ولا وزير ولا غيره، ونتفكروا الضرب الهمجي الأخير. هنا نجيب من أهم الأسباب الخسائر أنه أولا نقول زاد الجانب الاجتماعي أنه تكلفة النقل في العاصمة من 2003 ما تزادتش حتى مليم، وفي كامل الولايات كلفة النقل من 2010 لليوم ما تزادش حتى فرنك. أخطر حاجة أثرت على ميزانية الشركة وخليتها مثلا ما تنجمش تصلح التابلو الإلكترونيك اللي كان يقرأ عليه اللي يحكي عليه ناجي، وما نصلحوش أصغر قطعة في تران، وهذاك علاش توا عندنا برشا ترانات مشدودين بالتل. شنو اللي أكبر سبب؟ هو أنه معناها المشاكل متاع الاعتصامات والاحتجاجات اللي صارت في نقل الفوسفات كلفت الشركة التونسية سكاك حديدية منذ 2010 لليوم خسائر ب 72%. باش تفهم أنت حجم مشاكل الفوسفات وانعكاساتها على شركة التونسية سكاك حديدية. باش نوصل اليوم أنه حوادث الطرقات تكاد تكون معناها سنوية في تونس. احنا أطنبنا في الحديث على القطاع الحساس هذايا، راهو حتى في الأخر كي نرجع للدستور التونسي تلقى التعليم والنقل والصحة هما أول حاجة عنده فيها الحق المواطن التونسي ويجب والله تأمينها كما يجب. السيدة رئيس التحرير تفضل. انا مش نقترح عليه انه معناها الجمعه هذه ولا اللي بعدها لو غران ديبا يجي على مشكله النقل الحديدي في تونس. اذا رئيس الحكومه ورئيس الدوله في الفتره هذه يوصلوا يحلوا لنا المشكل هذا ويحطوا استراتيجي للنقل الحديدي على كامل تراب الجمهوريه، والله العظيم سيكون اكبر انجاز ربما في العشر سنوات الجايه. ماشي برشا دوسيات يلزموا يتحلوا في لوغون ديبا. المواضيع هذه مواضيع ساعه، لكن والله نحب نضيف حاجه. يلا انا ذكرت المشروع اللي حكى عليه الرئيس اللي قال انه يحب يعمل تي جي في. الرئيس قال يحب يعمل تي جي في، يعني تشوف حال الشركه التونسيه للسكك الحديديه. معناها بالحق يعني هنا نقول بربي تي جي في كيفاش باش تعمل؟ وين باش تعمل؟ التي جي في اللي هو تكلفته وحكينا عليها وقلنا راهي تتكلف يعني مئات المليارات. الشركه يعني تحتاج توا الارقام اللي كان يحكي عليها لطفي البعض منها اشرت لها محكمه المحاسبات حتى في التقرير نتاعها. تحتاج الى تقريبا حوالي 500 مليون دينار لاعاده اصلاح وصيانه الموجود اللي عندها. واضح. وتقتني عربات. راو الحكايه كلها
يعني تنظيف الشركه اولا الساعه، خاطر ثم خطوط نتاع فساد راهو، وهذا توا يعرف حتى رئيس المدير العام ما حبش يحكي عليه ولمح له وقال فما ناس راهو في الشركه تهرسل، قالها فما هرسله كبيره، الهرسله طبعا فما شبكات نتاع فساد، فما ناس تحبها الشركه تبدا تكون باركه. أنا بجدير سيت ان سوجي دان كرون ديبانيج. هي تونا فتحوه تونا. فوالا يلا نمشيو للموضوع اللي بعده، وبعد حديث رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس عن نجاح الاستشارة الوطنية، يقول رغم ما أسماه بمحاولات الإحباط وذكر منها تحويل وتحول الرمز الوطني لتونس من 216 إلى 212. هوني مدير عام تكنولوجيا الاتصال شوقي الشيحي يوضح في الموضوع هذا بالذات، نسمعه. تقنيا بالنسبه للي صار يوم الحد هو حاجه صغيره، صار سيرشارج صغيره، صار بما انه نعرفوا انه المشاركه نتاع التوانسه قعدت حتى لاخر الوقت، فما لونتور تحصلت في وقت الذروه نتاع البوابه وتم تلافيها بالوقت لدرجه انه فم برشا من الناس ما حسوش بها الشيء هذا. بالنسبه للاشكاليات الاخرين كما قلنا احنا حاولنا ديما من بدايه وضع البوابه حيز الاستغلال الفعلي، حاولنا باش نسهلوا اكثر ونوفروا طرق المشاركه الكل بدون اقصاء حتى تونسي سواء بالداخل وبالخارج من خلال ايجاد الحلول التقنيه اللازمه اللي تمكن تونسي باش يشارك كل سواء بالشريحه نتاعو ولا مش بالشريحه نتاعو. وفرنا زاده الولوج للبوابه الالكترونيه الاستشاره الوطنيه على العنوان نتاعها استشاره.ان بصفه مجانيه باستعمال السمارت فون عن طريق بالطبيعه بعد ما تم الاتفاق مع مشغلي شبكات الاتصال الثلاثه باش يحلوا الولوج المجاني للبوابه هذيا، وتم بالطبيعه في الوقت هذاك فتح الولوج ولا الولوج للبوابه بصفه مجانيه. هو اللي صار بالضبط انه فما فود دو سيزي معناتها صار في الفيرسيون فرونسيز نتاع الموقع مش في الفيرسيون النسخه العربيه نتاعو، في النسخه العربيه الرقم الموجود صحيح 216 في الانديكاتيف من الاول، لكن صار فود دو سيزي في الفيرسيون فرونسيز وتم تلافيها بالوقت. به الموضوع هذا بالذات خذا برشا وقت في التحليل وفي النقاش منذ أن حكى عليه رئيس الدولة لطفي 216 ولا 212 وما فهمناش شنية الحكاية. به أنه نسمع اليوم مدير تكنولوجيا الاتصال يفسر لنا، أنت يظهر لي بيدك حكيت على أنه المسألة هذه تنجم تعمل لنا أزمة دبلوماسية. طبيعي لأنه الرقم الكود هذاك هو نتاع مملكة المغرب الشقيق، وانا نشكر برشا السيد المسؤول اللي كان يتكلم شوقي الشيحي، سي شوقي الشيحي، لانه قال اللي صار خطا واعتذر عنه. كان بالامكان انه يدخل هو بيده في المخاتله ويقول لنا هيك الكلمه السحريه سيفتح تحقيق، لا مشى طول المشكل وقال صار معناها خطا، وخطا انا في اعتقادي جسيم، خاصه وقد تناوله رئيس الدوله واعتبره شكل من أشكال التآمر لضرب الإقبال على الاستشارة، على رئيس الدولة أن يتريث قبل أن يتكلم ويصدع بهكذا أمور على غاية من الخطورة، لأنه اليوم مشاكلنا ما عادش بركة في بعضنا ولينا ربما نجم نصدرها في علاقتنا بدول أخرى صديقة وشقيقة. به أنا عندي سؤال خليفة، وقت اللي نعطيه معلومة لرئيس الجمهورية علاش ما نحيطوهش بجميع هذه التفاصيل كما خرج وفسرنا مدير عام تكنولوجيا الاتصال شوقي شيحي؟ الغلطة راهي في الرقم على مستوى النسخة الفرنسية من الموقع، يعني في بوابة الاستشارة نفسها مش حتى في شبكة الاتصالات، مشينا لبعيد يعني في التأويل. التأويل في نهاية الأمر، لأنه نظرا لنقص المعلومات قد يؤول في نهاية الأمر. إذا كان دخلنا للتأويل كل شيء ممكن نتأوله، كأنه تو نحكيه على حادث الخطأ بشري في القطار وواحد آخر يأول لا يقرأ حاجة أخرى، هذا الخطأ مقصود ولا غيره. التأويل احنا ما نعتقدش هذا هو الإشكال الكبير اللي يتعلق بموضوع الاستشارة، احنا نتحلق عن مضامين الاستشارة، عن نسبة المشاركين، عن نجاحها، عن فشلها، عن دورها في صياغة إصلاحات جديدة من عدمها. هذا إشكال ظرفي احنا يمكن ولينا نركزوا فيه ياسر، الإشكال الظرفي من الرقم بتاع الكود للطاولة اللي قعد عليها رئيس الجمهورية وقف فوق منها الباجي طلع زاد قال عليها ما يقول لرئيس، احنا نعتقد مش هذا دور نبطلوا ما نقولوش، لا نحكيو نقولوا نحكيو نقولوا كل واحد كيف شاف، انا هذه مواضيع ما تعنيش انا ولا انا ولا اول مواطن ربما عاد، لكن رئيس دولة ليه؟
هذا مش تأويل حسب اعتقادي. هو ما كملش الفكرة. سمعني تفضل. لا والله لم تكمل. يلا تفضل. هذا توا يعني باعتراف سي شوقي هذا خطأ بشري. مش خلل. خطأ بشري. لا واعترف به. اي اعترف في الفيرسيون فرونسيز في الموقع المنصة. والله مشكور زاد اللي خرج من الإعلام وعطال مع الصحيح. ان شاء الله ما يتنحش. لا ان شاء الله لا لا ما نتصورش باس بوان كمان كيقول راهو المساله ماهيش كما قال رئيس الجمهوريه قطر رئيس الجمهوريه حتى في سياق المؤامره في سياق الناس معناها اللي قاعدين يشتغلوا على افشال ربما لم يتم مد رئيس الجمهوريه بالتفاصيل المساله هذه اللي صارت او الخطا اللي تسرع واعطى التاويل هذا السيد الرئيس هو اللي المفروض يتنح معناها اللي تسرع واعطى التاويل كذلك هو يؤول على طريقته شفت التاويل ممكن في يلا نيجي نختم معك شوف اللي صار خطأ بشري صار في النسخة الفرنسية في منصة الاستشارة الإلكترونية خطأ بشري في عوض يحط 216 حتى 212 هذه هي المسألة يعني معناها أكثر من هكا ما فماش يعني يمشي المعرف ورمز بلاد واحد أخرى من قدمها إلى رئيس الجمهورية حب يعني يعطيها أون بلور حب يدخلها في سياق المؤامرات والمتآمرين على الاستشارة اللي يحبوا يفشلوا الاستشارة وراو هنا توا معناها باش نقيسوا نجاح أو فشل الاستشارة مثلا ماهيش لا متاع تأويل لا متاع انتباعية ولا مزاجية الاستشارة هذه حقت المرجو منها ولا لا خاطر في المنطلق متاعها راو كان الحديث على يعني مشاركة ملايين من التوانسة يعني الاستشارة وفات نهار 20 مارس والمشاركين ما فاتوش يعني ال 500 تقريبا 39 تقريبا في الحدود هذيك يعني مشاركه محدوده جدا مقارنه بما هو منتظر من يعني من تقريبا حوالي 7 او 8 ملايين من الاشخاص اللي معناها يحسنوا القراءه والكتابه ويحسنوا التعامل مع التكنولوجيا يعني هذا المضمون اللي قلت لك عليه ناجي يعتبر هل هذا يعتبر فشل للاستشارة ولا نجاح أنا أقول هو فشل واضح نمشي والمسألة أخرى بهذا الفشل نحكي يبقى يلزم يعني الوقوف على أسباب الفشل هذا مش عيب راهو اصدر امس الاثنين المرسوم المتعلق بمقاومه المضاربه غير المشروعه وتضمن ايضا تجديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمه اكثر تفاصيل في هذا التقرير بهدف مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع صدر يوم الاثنين المنقذ المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 ويتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة أحدد الفصل الثالث من هذا المرسوم أنه يعد مرتكب لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعال تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة روج عمداً أخباراً أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد أحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة طرح عروض في السوق بغرض أحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار حقق أرباح غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن هذا وقد تم تجديد العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن ويعاقب السجن 30 عام وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار كل من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى 20 عام سجن وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجن وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى
باش نفهموا أكثر العقوبات الواردة في هذا المرسوم ومدى جدواها، ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء النور لجميع من هو موجود في البلاتو. شكرا لك أستاذ، شكرا لك أستاذ عبد الستار المسعودي. كيفاش تنظر اليوم للعقوبات الواردة في مرسوم مكافحة المضاربة غير المشروعة، وهل أنه تجديد العقوبات هذه مهم لمنع الاحتكار، أم ربما بلغنا مبالغة في تجديد العقوبات هذه؟ خليني نقول بداية أن المرسوم أتى بطابعه الزجري والقصوي، وهو شد صرامة أعتقد من جميع القوانين الخاصة الأخرى المتعلقة بالإرهاب وتبييض الأموال وحتى قانون المخدرات. أعتقد أن هذا المرسوم، أن خليني نأخذه من ناحية شكلية، لأنه من ناحية القانونية فيه معناها عدة هينات. من ناحية شكلية المرسوم هذا يعد معناها مختل شكلا، الاعتبار وأن في ديباجته ما ذكرش وأنه استشار مجلس المنافسة تبقى أحكام الفصل 11 من القانون الذي نص صراحة على وجوبية استشارة هذا المجلس. وهذا المجلس نعرفوه اللي هو تم إحداثه بموجب القانون 64 سنة 91، وكذلك بالقانون عدد 36 المؤرخ في 15/9/2015، والذي نص في فصله 11 معناه بالضبط أنه يستشار المجلس وجوبا حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة النشاط الاقتصادي أو ما تضع قيودا من شأنها أن تعرق للدخول إلى سوق معينة. أعتقد أنه من ناحية القانونية البحتة أن هناك خلل كبير، وأن المرسوم هذا عدد 14 قال أنه أن رئيس الجمهورية بعد تلاعة الدستور، ثم الأمر عدد 117، وبعد مداولة مجلس الوزراء يصدر المرسوم الآتي نصه وإعطاء الأحكام العامة والمعاينة الجرائم وتتبعها ثم العقوبات. نعتقد أنه هذا المرسوم حتى في آخره لم يلغي مفعول القانون عدد 36 هذا المورخ 15/9/2015، والمتضمن هو الآخر عقوبات زجرية ومالية وسلب الحرية كذلك. مالية نلقاه في القانون تاع 2015 في خطايا من 2000 إلى 100,000 دينار، ومن 530,000 دينار، وكذلك سجنية من 16 يوم إلى سنة معناها حسب الفصل 45 من هذا القانون، وفيه المصادرة والحجز وغير ذلك. والفرق ما بين هذا وذاك وأن هناك في هذا القانون يوجد هناك صلح مع الإدارة، ونعتقد أن الأمر 117 متعلق بالتدابير الاستثنائية هذا في فصل 7، بما أنه نص على أن لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء، سنجد أن هذا المرسوم سيطرح عدة إشكاليات قانونية في التطبيق لدى النيابة العمومية في خصوص توصيف هذه الجريمة إن كانت تخضع لقانون ضبط أحكام متعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد اللي قلت لكم تاع عدد 36 مؤرخ في 15/9/2015، وهي جرائم مجلسية معناها جناح، أو وبين منطوق هذا المرسوم الذي نص على جنايات تقتضي وجوبا يحدث على استاذ عبد الستار فدائرة اتهام فالدائرة الجنائية. استاذ عبد الستار المسعودي، ثم نقطة ماذا بينا نستوضحوها او نستوضح ناخذ فيها اكثر تفاصيل معك، تعليقك على ادراج ترويج اخبار او معطيات كاذبة او غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء او قصد احداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الاسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. كيفاش يمكن حصر هالمسألة هذه؟ هذه لا يمكن باي حال من الاحوال حصر هذه، معناها ويلات ستجرنا في التطبيق، وعمدا اخبار وين فيسبوكيه تكون او في تويتريه او في معناها بين معناها في الصحف والصحافه ستكون محل مؤاخذه. معناها ردوا بالكم توا الان معناها في البلاتوات معناها في تطرق لهذا الموضوع وتكون الاخبار هذه، لكن ممكن فيها الركن العمد في خصوص هذه الاخبار وهي معلومات كاذبة، كيفاش تشوفها كاذبة وغير كاذبة، صحيحة وغير صحيحة لدفع المسالك للعزوف. أعتقد أن معناها هذا النص كيفما معناها تم تحريره نعتقد أنه فاجعة في خصوص عمد التطبيق، ومعناها كان معناها قصوي في خصوص العقوبات، ويمكن بحال نعتقد أنه هذه 20 سنة و 30 سنة وبقية العمر ما لناهاش، والمشاركون في الجرائم هذوما يتعاقبوا في نفس معناها العقوبه بنفس الفعل الاصلي. ثم عندك مخرين العقوبات اللي هي ربما
ما الناس ما ما زاد ما كملتش ما شافتش، لانه فصل 26 ينص على انه الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء بصفه عامه هما اللي يتاخذوا معنا في هذه الجرائم. والمصادره عندك تقريب عقوبات تكميليه وجوبا المحكمه تحكم فيهم هم الحرمان ومباشره التجاره والحقوق المدنيه والمنع من تقلد الوظائف الرسميه بالدوله. مصادره ممتلكات المستعمله لارتكاب الجريمه، تنجم تكون شاحنه، تنجم تكون سياره، تنجم تكون فريجو واضح يحط فيه السلع بتاعه. هذا زاد كذلك تعرض الى المشارك معناها العاد العود معناها ريسيديفيست، هذا يعد قال النص ارتكب جريمه ثانيه في بحر عام من تاريخ قضاء العقوبه، يعدي 10 سنين يخرج عنده عام ما يعملش معناها هذه الجريمه، وفي هذه الحاله تضاعف العقوبه، كانوا 10 يولي 20، كان 20 يولي 40، كان مدى الحياه يعطيوه شكرا لك الرب الكريم معناها يطولوا في انفاسه من 100 سنه يرد 60 سنه باش ينجم معناها في يكمل هذه العقوبه. شكرا لك الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي على كل هذه التفاصيل. باش نمروا المسألة أخرى مع تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي اليوم خلال افتتاح المؤتمر الحادي أو العادي عفوا للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. يقول الطبوبي توجد إرادة من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية لسحب المنشور عدد 20. لقائي يوم امس مع السيده وزير رئيس الحكومه ومع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه هذا الصباح، هناك معناها اراده معناها معناها ايجاد مخرج معناها اللي يسرح التفاوض ويحط ضوابط في ان واحد لرئيس الحكومه عند تمضي على اتفاق تكون ملزمه به، واحنا هذا ما نتمنوه. يعني اليوم في تونس ماناش اليوم معناها مش بنحكوا على الحق النقابي وعلى حق التفاوض وحريه التفاوض ومعناها ثقافة الحوار والرأي والرأي المخالف، ماذا اليوم تونس معناها تطمح إلى أبعد من ذلك. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد حملات التشويه التي تطال الاتحاد ويرفض التشكيك في تاريخه النضالي قبل الاستعمار وبعده. اللي حب يحكم تونس ما طالبش منه المستحيل، طالب منه يقرأ تاريخه بالباهي، وكل تاريخ نجم يعطيك رؤية كيف ستتعامل مع شعبك. التاريخ يبقى تاريخ، ولا أحد باستطاعته أن يغير التاريخ بمجرد قلم. استقلالنا وتاريخنا حافل، ولكن يمكن أن نحسب التطورات المجتمعية والتطورات معناها ان تاخذها في السنوات الدول هناك بعض المراجعات، ولكن تلك المراجعات فيها خط فاصل هو التاريخ، حتى حد ما هو قادر معناها باش يطمس هذا التاريخ والفهم يفهم. هذا طالب نور الدين طبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع خط احمر حول بعض الملفات. أنا والله خلينا نقول لكم بصريح العبارة، خليني نقولها سيدي اليوم، أنا والله اختلف مع السيد رئيس الجمهورية ولا ألتقي معاه كما تحب. أنا بالنسبة لي أنا واضح برشا توهم راهنين أو تو يغير في التمشي ولا غيره، أنا لا قناعتي نقول لكم على الأقل رجل واضح قال لكم ها هو مشروعي وقالها بصريح العبارة، قال لكم انتم من كوكب وانا من كوكب اخر، هذا كلمه نتاعو نابع عنه هو مانيش نقول فيها. الرجل واضح عنده مسار ماشي فيه، قال لكم عليه وبعد الاستشاره لجنه لصياغه معناها المضامين، وعندكم ماشي للشعب التونسي يوم 25 جويليه وفي 17 ديسمبر ماشي معناها الانتخابات التشريعيه. اليوم كل واحد يحب يجرك المربع نتاعو، احنا لسنا بوق نتاع دعايه نتاع سلطه، ولسنا كما قلت اني باش يوجهنا ايا كان في اي اتجاه. السيد رئيس الجمهوريه يقول كذلك خط احمر، انا تكلمتها قبل شعار معناها خذا السيد الرئيس، نقول مبروك عليك وحاجتنا باش تقول خط احمر للمساس بالقطاع العام وبقوه الشعب. ثم اليوم تقول لي صندوق النقد الدولي والاتحاد متكلس والاتحاد ما يحبش الاصلاحات، بل بالعكس احنا من ننادي بالاصلاحات
اتفاق 6 فيفري لكل القطاعات لا سبيل في التراجع عليه أو التنازل عليه في أي حاجة من حاجاتها. هذه مسألة واضحة. عنا اتفاق أمضيناه في المفاوضات الاجتماعية بجانبها الترتيبي والمالي فيما يتعلق بتعديل جي دي بيان، تعديل المقدرة الشرائية. نبدأ من هوني من التصريح الأخير حول رئيس الجمهورية. شنو هي نوعية الرسائل ناجي اللي وجهها؟ هي مبطنة الرسائل وعدة وجهها رئيس أو أمين عام المنظمة الشاغلة لرئيس الدولة. يبدو لي تقريبا صوت أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل هو الصوت الوحيد المسموع تو في وسط الساحة السياسية المغيبة تماما، يعني خليني نقول المعطلة، اللي الأحزاب كل تقريبا يعني ما لا يسمع لها صوت إلا في المسيرات ولا المظاهرات ولا في بحضور معناها بعض زعمائها وقيادتها في البلاتوات. هنا اليوم السؤال اللي يطرح، من يقود المرحلة السياسية تو لجانب رئيس الجمهورية؟ خاطر فما الرئيس الماسك بزمام الأمور حسب 117، عنده سلطة تنفيذية وعنده سلطة تشريعية، تقريبا عنده كل السلطات. وش فما في المقابل يعني في ساحة سياسية معطلة؟ شكون فما؟ ما فماش أحزاب اليوم معناها اللي فما اتحاد الشغل به. أنا قلت بارك كنت ذكر ملاك وأثرنا الموضوع هذا فيما يتعلق بالحوار. يبدو لي المطالبة بالحوار أو الدعوة لحوار سياسي معناها أنا أقول كأني صرخة في وادي، يعني معناها مقترح قديم مجديد وزيد وتقريبا ما عنده حتى رجع صدى لدى رئيس الجمهورية، لأنه خلينا نكونوا صرحاء من الآخر ما فماش حوار، ورئيس الجمهورية لن يجري حوار لا مع الأحزاب. بون، هل أقر بذلك ضمنيا نور الدين طبوبي في كلامه اليوم في انطلاق أو افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد؟ قال رئيس الجمهورية راو معناه وضع الرزنامة وزنامة المواعيد السياسية، قال لك بعد الاستشارة فما لجنة نتاع إصلاح وبعد ماشي الاستفتاء وبعد الاستفتاء ماشي الانتخابات التشريعية. شو حوار على شنو؟ تو احنا قلنا طرحنا السؤال، نعاود نطرح سؤال مرة أخرى، حوار حول ماذا وحوار مع من؟ اليوم تقريبا في فلسفة رئيس الجمهورية ما ثماش حوار مع الأحزاب، مع من سيتحاور رئيس الجمهورية؟ يلا يعني اليوم وحول ماذا؟ الرزنامة وتوضعت، يعني اللي باش يتحاور حوله الأحزاب يعني توضحت الرزنامة ولجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح أنا ما نعتقدش أنه مشارك فيها أحزاب أو مشارك فيها منظمات أو إذا يبدو لي هذه قراءة واضحة ورسالته نور الدين الطبوبي واضحة، يعني في صميم دوره المعتاد اللي هو دور الاتحاد العام التونسي للشغل. لطفي كي يقول نور الدين طبوبي يقول انه الرجل واضح، يحكي على رئيس الجمهوريه، رزنامته حطها، المسار اللي ماشي فيه واضح للناس الكل، يقول ويذكر انه رئيس الجمهوريه قال انه هو من كوكب اخر، بماذا يوحي ذلك في علاقه بمبادره الحوار؟ شوف، هو السيد امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل انتظر يوم 20 مارس نهاية الاستشارة وخطاب السيد الرئيس، واللي كان نعتبره أنه أو نعتقده أنه باش يكون في علاقة بمدى نجاح الاستشارة. فإن كانت الاستشارة قد حققت انتظارات السيد الرئيس ليعتبرها تفويضا ثانيا بعد تفويض 25 جويليا، فإنه نوعية الخطاب تكون مختلفة، لأنه سيتخاطب وحتى إن تحدثنا عن حوار سيكون في موقع قوة. جاءت الاستشارة ورغم خيبة الأمل إلا أن رئيس الدولة أصر على اعتبارها استشارة ناجحة، وبالتالي ستكون هي ركيزة كل المسار الذي رسمه سيادة الرئيس حتى يوم 17 ديسمبر، وبالتالي فإن كل المحطات والاستحقاقات التي وضعها لن يكون مضطرا لمناقشتها أو حتى لمراجعتها ما دام يعتبر أن الاستشارة التي وضعها هي استشارة ناجحة. ماذا بقي الآن؟ أن رئيس دولة مصر على المضي قدما في تنفيذ برنامجه دون أن يشرك أي طرف كان،
والدليل أنه حتى الأسئلة متاع الاستشارة لم نعرف إلى حد الآن ما إذا كانت هناك لجنة قد وضعتها أم لا، والأقرب للظن أنه ليس هناك لجنة، وبالتالي حتى اللجنة التي ستغطي مخرجات هذه الاستشارة قد تظل في طي الكتمان، أو على الأقل تكون لجنة أقل ما يقال فيها أنها صورية. شي يبقى لهنا؟ يبقى موقف الاتحاد والأوراق التي يملكها الاتحاد. احنا هنا خرجنا من الحوار وقد نذهب إلى ما يشبه الصدام. الاتحاد يملك أوراق هامة وهامة جدا بصفته شرطا أساسيا من شروط المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، ثم أنه جهات أجنبية نافذة اليوم تتحاور مع الاتحاد وتعتبره القاطرة التي تقود الخيار الثالث. وشفنا لقاءات جمعت الأمين العام بالسفير الأمريكي وحتى ممثل صندوق النقد الدولي، ولم نرى لقاءات من هذا الحجم حتى مع رئيس الدولة. أكثر من هذا وأختم، شفنا تهنئة الخارجية الأمريكية وكيف استثنت رئيس الدولة في سابقة أولى من نوعها في البروتوكول الدولي، واكتفت بتهنئة الشعب التونسي بمسار الثورة. واضح لطفي. باش نرجع على مسألة أخرى، نذكروا اللي البارح كان جمع لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي، وأيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اللي حكى عليه اليوم نور الدين الطبوبي، يقول ما ثم إرادة من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية باش يتم سحب هذا المنشور عدد 20، وأنه هناك إرادة لتسهيل عملية التفاوض. خليفة، هل ننتظر سحبه رسميا قبل قدم الأيام؟ وقع الحديث عنه بشأن وضوح رؤية رئيس الجمهورية، وأنا الحقيقة استغرب من بعض الأطراف السياسية والأحزاب وقياداتها ومثقفيها ومفكريها ومتابعيها ومناصريها في الإعلام، ما الجديد في اللي يعمل فيه رئيس الجمهورية منذ الحملة الانتخابية؟ إذا ما قلتش من قبل الحملة الانتخابية، وقتها اسمه قيس سعيد، هذه هي رؤية؟ شو اللي تفاجأ؟ أنا استغرب اللي انتخبه ودعا إلى انتخابه وأيد انتخابه كيف لقاش بلاصة دار عليه. أنا أقول اللي انقلب مش قيس سعيد، أخي تابعناها احنا في وسائل الإعلام ولا شفنا حواراته إلى غاية 2019 قبل دخول الحملة الانتخابية، كيفاش تحدث على الانتخابات على الأفراد وعلى احترازاته من الدستور وحديثه عن الصلح الجزائي وعن معناها المنظومة اللي يراه هو في الحوكمة المحلية وغيره، هذا ما هو موجود. أخي هما توا كيفاش كيدخلوا الحياة السياسية ويعملوا فيها وغيرها، ما كانش عندهم إمكانية أخرى، واش ملزومين هو باش يأيدوه واللي ينتخبوه واللي يعملوا الحملة الانتخابية؟ تبي كلها ولت معركة على السلطة، ما لقاش حساباته تبدل. نأتي إلى الاتحاد، أنا في اعتقاد السيد نور الدين طبوبي في وضعية مريحة وأكثر الوضعيات مريحة في البلاد. أولا أنجز المؤتمر، الآن تقريبا يعيد رص الصفوف على مستوى المنظمة النقبي، لا يملك معارضة قوية داخل الاتحاد، يعني تقريبا هو الرجل القوي، الوضعية مريحة على خاطر جهة الميدان فيها مشاكل اقتصادية واجتماعية، الحكومة مطالبة بالأجوبة، مش هو مطالب بالأجوبة. مسألة المنشور عدد 20 خليفة، يلا نوصل. الحكومة مطالبة أنه تشاركوا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من عدم الإجراءات نفسها عندما تكون موجعة، يعني رد فعل على المواطنين، تلحق الحكومة في مستوى ردود الفعل، لا تلحق الاتحاد. ديما الاتحاد يتقوى خاصة كي تبدا الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية هشة، هو ملجأ الجميع، فما بالك إذا زدنا الوضعية السياسية. صارت الأحزاب السياسية نتاج ضعفها وهشاشتها نقول أنا وبناءاتها المختلة محتاجة إلى دعم الاتحاد، إذا هو في وضعية مريح. لكن هو نشوفه أنا الآن يدير خطاب سياسي ذكي، يعني يقسم في مستوى الخطاب، شاف اتجاه الحكومة وهي الاستحقاقات الاجتماعية، يبدو الخطاب هذا يقولك نحن الآن قاعدين نحاول عملية تشاركية مع الحكومة، نلتقي السيد وزير الشؤون الاجتماعية، هناك مؤشرات تتخلص من منشور عدد 20، يعني الباب مفتوح في هذا الخطاب. في المستوى السياسي أغلق الباب سواء كان أمام تروحة رئيس الجمهورية أو حتى المعارضة، قال احنا لن نكون في النهاية حصان تروادة لتلك الأطراف، يحب يكون الخط الثالث المختلف عن الجميع. مكملين أخبارنا قبل ذلك استراحة قصيرة مع غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية.
اليوم نحكيو على ان ايفينمون سبيسيال تعيشو مغازات كارفور نهار الخميس 24 مارس اللي هو افتتاح مغازات كارفور ماركت بالمركز التجاري افريكا مول باريانا. الفضاء الجديد لكارفور ماركت يتكون من زوز طوابق على مساحه 3000 متر مربع، تلقاو فيهم جميع المواد الغذائيه وكل عاده كل حاجه فرشكه تلقاوها موجوده في مغازات كارفور. نحكيو على عدة منتوجات كيما البارفومري، أيضا جملة من أفضل ماركات التجهيزات المنزلية. تلقاو زادا أن كوان سبيسيال أنيمالغي فيه كل مستلزمات حيواناتكم الأليفة، وبالطبيعة تتمتعوا بامتيازات بطاقة وفاء متاع كارفور. أفريكا مول أكبر فضاء ترفيهي تجاري طبي وسياحي في قلب أريانا بمساحة تتجاوز 80,000 متر مربع، يحتوي على بارك حنبعل أكبر مدينة ألعاب مغطاة إلى جانب باتينوار، سلسلة من المطاعم، المقاهي، محلات تجارية، دي زابارت اوتيل اوسي، وقاعة متعددة الاختصاصات ومأوى مجاني، فكونوا في الموعد. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. رجعنا لكم من جديد ومستكملين أخبارنا، وهوني نحكيو على الإضراب لمدة 3 أيام اللي خضوه أعوان البريد التونسي. أكثر تفاصيل حول الإضراب هذايا مع الحبيب ميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد. مساء النور. مساء الخير، شحولك. شكرا لك على تلبية الدعوة. سؤالي سهل برشا، لماذا الإضراب؟ ونحكيو أيضا على التوقيت، علاش الاختيار التوقيت هذايا بالذات، خاصة أنه يتزامن مع صرف الجرايات؟ اولا هو الاضراب ماهوش اضراب فجئي، اضراب جاء بعد بقيت اضراب توجهت للجهات المعنيه من رئاسه الحكومه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره تكنولوجيا الاتصال، واداره البريد وتفقديه الشغل منذ شهرين ما كفاوش باش الجهات هذه تدعي للحوار وتفضل الاشكال هذا. وقعت جلسة أمس 3 ساعات قبل بداية الإضراب الساعة الثالثة، والإضراب انطلق الساعة السادسة مساء. الطرف الإداري ما كانش عنده حتى حلول، طالب بتأجيل الإضراب فقط وما فماش حلول، اضطرينا لتنفيذ الإضراب. الإضراب علاش توا؟ الإضراب أولا ساعة ما يتزامنش مع صرف الجرايات، الجرايات تبدا نهار 24 وما عنده حتى علاقة بصرف الجرايات، الشهر كامل البوسطة فيها نشاط، وإحنا بعدنا على الفترات اللي فيها خاصة خلاص الجرايات نتاع المعوزين والعائلات الفقيرة، واخترنا وقت يكون في وسط الأسبوع، ما نجمش يكون يبدأ من نهار الاثنين، بدينا من نهار الثلاثة والأربعة والخميس. الإضراب بثلاث أيام جاء بعد سلسلة كاملة من الاحتجاجات بساعة، بحمل الشارع الحمراء، بإضراب بنهار، بعد 3 أشهر عملنا إضراب بنهارين، واضطرينا في الأخر ما دام فماش حلول باش ننفذوا إضرابنا بـ3 أيام. بالطبيعة المطالب أصبحت معروفة لدى الجميع، هي تنفيذ النظام الأساسي اللي عنده أكثر من تقريبا 10 سنوات في التفاوض وما راش النور، وعديد المطالب الأخرى المتعلقة بتوفير الإمكانيات وتوفير وسائل العمل والانتدابات وتحسين بعض المنح. واضح، شكرا لك حبيب ميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد. نحكيو على ملف آخر حساس، نحكيو على شركة فوسفات قفصة، الوضعية الصعيبة اللي تعاني منها الشركة نتيجة الاحتجاجات الحاصلة على امتداد السنوات الأخيرة. هذاك علاش اليوم كانت فرصة لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في ندوته الصحفية اليوم باش يقدم مبادرة تتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني في تأطير هذه الاحتجاجات. المبادرة هذه اسمها قفصة في أفق 2050.
اليوم احنا عملنا ندوة في خصوص كيفية جعل الفوسفات قاتل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تعرفوا الفوسفات هو النشاط الاقتصادي الرئيسي في جهة فوسفات قفصة ودعم للاقتصاد الوطني من حيث توفير العملة الصعبة والى الصادرات والى غيره. لاحظنا ثم تراجع كبير للدولة الشركة على اثر الاحتجاجات والتوتر الحراك الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي. حاولنا نغيروا هالمقاربة هذه بالاستعانة بالمجتمع المدني. حاولنا من خلال الوذية والمشروع هذه نحاولوا نغيروا ونختموا على تغيير العقليات بالحوض المنجمي من حيث عدم التعويل على الشركة كمشغل رئيسي وبالورد هالتصور هالمطالب هذه الاحتجاجية في تصور طويل الأمد في أفق 2050. بما أنه الحقيقة إذا كان باش نواصلوا هكا الشركة هي المشغل الرئيسي الشركة ما عادش باش تكون حتى مشغل في قفصة بخلاف تراجعها على المستوى الوطني. هذا والفت الهاني النظر إلى ضعف تدخل الدولة لإنقاذ شركة فوسفات قفصة. في السنين اللي فاتت الكل خلينا في شركة فوسفات قفصة في المواجهة في المواجهة الدولة الحقيقة بنظرا بالوضع الاقتصادي مش قادرة تتدخل بالطريقة الكافية فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. خلينا للشركة هذه هي اللي تستجيب معناتها للطلبات المتزايدة من حيث الشغل والا حيث من مختلف القطاعات الصحة التعليم. الشركة راهي غير قادرة على لعب دور سيادي في المنطقة تعويض الدولة ما تنجمش معناتها. شركة فوسفات قفصة راهي شركة تجارية اقتصادية مهمتها تحقيق الأرباح ومن الأرباح هذيك تتحول للدولة معناتها والدولة هي اللي معناتها تحاول باش معناتها تلقى بامتها من وين تنمي ويجد. احنا حاولنا معناتها نمشيو بالمقاربة هذه نوعيو الناس كونه معناتها إذا كان باش نكملوا بالطريقة هذه راهي في شركة فوسفات قفصة ما تنجمش تحقق وحدها السلم الاجتماعي بالمنطقة. إذا كان باش تواصل الطريقة هذه ديجا كما تعرفوا توا وسط فترة ونوردوا في الفوسفات اللي هو الحقيقة حاجة ماهيش مقبولة في دولة من عندها من أكبر المخزونات الفوسفاتية في العالم. معناتها إذا كان باش تواصل بالطريقه هذه راهو شركه معناتها ماشيه في طريق خايب معناتها من حيث التوازنات الماليه. لطفي مهمه جدا مثل هذه المبادرات، مهمه جدا انه نثيروا الملفات الحساسه وقت اللي نحكيوا على قطاع المناجم بصفه عامه اللي هو احد اهم القطاعات الحيويه اللي تساهم في الحد من عجز الميزان التجاري ومهم جدا زاده حتى كي نحكيوا على تصنيف تونس قبل زاده عالميا على مستوى انتاج الفوسفات نلقاوها في مراتب متقدمه، لكن للاسف اليوم اضمحل هذا الترتيب وهذا الدور حتى في الاقتصاد الوطني. هو الهام في الندوة هذه معناها أنها حبت تبحث في المشكل الأصلي كيفاش نحلو انفو بورتوت مشكلة الفوسفات هذية ومشكلة الحوض المنجمي. وأول الشروط أن ما عدناش نتعاملوا مع الفوسفات كمورد متاع فلوس معناها عملة صعبة وننسى المشكل الحقيقي اللي هي المنطقة ككل، لأنها ندوة لما أسمعت تباحثت في كيف يكون الحوض المنجمي ككل في 2050، كيفاش نجعله من المنطقة هذه منطقة أولا تستفيد من ثروتها الطبيعية ومنطقة معناها جاذبة للمستثمرين، منطقة نجم تقوم فيها شراكة بقطاع خاص وقطاع عام، وخاصة كيف يمكن أنه هي بنية تحتية جاذبة، كيف انه هي يعني ظروف صحيه، كيف انه ظروف نتاع النقل، كيف نجعل هذه المنطقه معناها يطيب فيها العيش. هذا اللي تم التطرق ليه في المناسبه هذه. وانا سمعت التدخل نتاع سي خالد قدور وكان في منتهى الدقه وفي منتهى الاستشراف. يبقى انه ان شاء الله الافكار الهامه التي تم التطرح فيها في المناسبه هذه ما تبقاش كغيرها على الرفوف. أول مرة في السنوات هذه في العيسوية اللي عشنا فيها وخلتنا بنعناها عايشين في نوع من الغوغاء نسمع حديث على منطقة كيفاش نجم تكون في 2050. تمنينا زاد راهو الثينك تانك هذا لجنة التفكير هذه راهي تتخيل وتحكي وترسم في استراتيجية لتونس كيفاش باش تكون في 2030 و 2040. راهو كي نقولوا 2030 راهو سي بريسك دومان، دونك إلي طون باش نبرمجوا لبعيد وما نبقاوش نخدموا لجور وجور وتحولنا معناه إلى رجال مطافة. فما مشكلة برا طفاها، فما مشكلة برا حكيفاها وما نحكيوش على غدوة ولا على العقد القادم.
ناجي، عقلنة المطالب المطروحة وأيضا تأطير الاحتجاجات هذا في صلب الدور المجتمع المدني، مهم جدا أنه نطرح ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية اليوم نحكيه على الفوسفات، مهم جدا أنه نلقاه مثل هذه الندوات اللي فيها حلقة تفكير، تفكير مش فقط للحظة الراهنة لكن أيضا للمستقبل. أنا في اعتقادي مشكلة فوسفات قفصة تتحل إذا توفر قدر من الشجاعة عند المسؤولين، يعني قدر، يعني نقول قدر مش برشة شجاعة، قدر من الشجاعة عند رئيس الحكومة أو المشكل خطر الحكومات تعاملت مع الملف هذا بكثير من المخاتلة وبكثير من النفاق والانتهازية والخوف. خلينا نكون واضحين، خوف من تعقد الوضع في قفصة، لأنه شركة فوسفات قفصة ماهيش شركة معزولة، يعني ماهيش عالم مستقل بذاته، مربوطة مرتبطة بالتنمية في قفصة، مرتبطة بتاريخ الجهة، مرتبطة أيضا بالجانب الاجتماعي والديمغرافي في قفصة، مرتبطة بالبيئة. يعني شو الحلول اللي لقاتها معنا بعض الحكومات؟ ما حلول الضحك، حلول متاع الترضيات فقط، يعني الحكومات الكل مشات في الترضيات، بربي هاو هاو ما هاو هاو خديمة بالله واسكت واختاونا من قصوا علينا بالله ما الاحتجاجات وعملوا هكل الشركات متاع البيئة والبسنة ولا لغادي لا ثم لبسنا ولا 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 ثم احترام البيئة. دونك اللي صار يعني هل كيفاش مش تتعالج الأخطاء المتراكمة هذه اللي هي أخطاء متعمدة، أن نقول جريمة في حق الجهة وجريمة في حق معناها في حق القفاصة وفي حق البلاد الكل، أنه تعالجت مشكلة الشركة تعالجت بطريقة يعني بطريقة بشعة، بطريقة فيها برشا ضحك، فيها برشا ارتجال. اليوم شو المطلوب اليوم؟ ها ونستناه، وإحنا توا الحكومة السعيدة هذه توا بقيادة السيدة نجلة بودن ما زلت ما عملتش حتى الخطوة الأولى في الإصلاح، مش فلاش شانتيات كبار تحلوا، يلزم تحل الملف هذا، يتحل بالطريق بالطرق اللي المعروفة جدا، حتى غادي راه سكان الجهة وخيانة في قفصة وعندهم الحلول الشركة وقدموها وجاءوا الخبراء ومشاو غادي وتعاملت ملتقيات ولقاءات، ناس كل فاهمين الشركة ذي كيفاش تحل. يبقى اللي ناقص حاجة واحدة هو أنه المسؤول يزم يجي المسؤول يتحلى بالشجاعة اليوم، يقول اليوم مش نصلح الشركة، اليوم مش نحل ملف، كما يتحل ملف السكك الحديدية ويتحل ملف تونسير ويتحل ملف الصناديق الاجتماعية وملف الفارماسي سنترال. شون هذه اللي ناقص راهو. خليفة نختم معك تفضل. هو ما توفق 2050 زيد 10 سنين بالطريقه دي ما عادش تلقى قفصه كل، هي مش اذا كان نمشيو حال الحال هذا شيء متفائل، كان مش متفائل هذا واقع. اولا لازم نعترفوا انه قفصه منطقه مهمله ما قبل 2011، مش نقولوا هذا، والمشاكل نعرفوها و2008 اذا كان نتحدث عن الثوره في 2011 راهي بدات في قفصه في 2008، هذه معضله متوارثه عن ما قبل 2011، زاد تعميق أوضاعها سوءا بعد 2011. قبل 2011 قفصة هي شركة فوسفات قفصة تتعامل معها الدولة، وش فيها هي قفصة قبل بالضبط؟ ما ثم حد شيء، تتعامل معك شركة فوسفات قفصة. جاءت الطبقة السياسية 10 سنوات الجديد عاملوها بنفس الكيفية، يعني احنا قلنا ثم جزء من مواقع 2011 هو الخلل في مستوى التنمية الجهوية ولا توازن بين الجهات، زاد عمقاته في حالة قفصة تم تعميق المشكل هو شركة فوسفات قفصة. يعني في النهاية وقع تلبية جزء من المطالب بتاع الشباب المعطل على العمل بطريقة زاد الحقيقة زاد عمقت أزمات الشركة وعمقت أزماتهم هم، زاد لعطاهم شهري يذوما في الشركات متاع البس دون شغل ودون غيره ما عنده حتى معنى، كأنها رشوة ياخو في الشهري وغيره، وخلفت ياسر مشاكل جهوية ومشاكل معناها بين العروش ومشاكل في كيفية التشغيل والشبهات و في النهاية بركة الشركة لم تستفد قفصة كلية. نمشي وفاصل ثم نعود.